Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, kami panggil Qori dengan nomor peserta 17 akan membacakan beberapa ayat dari surah Ar-Rum. Dimulai dari ayat 21 dan seterusnya, terdapat pada halaman 406. Dengan nomor peserta 17 ini akan membacakan beberapa ayat dari surah Ar-Rum. Dimulai dari ayat 21 dan seterusnya, terdapat pada halaman 406. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ولو